السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم قناة بتبرو صوتي وفيديو جديد بتاعت القناة. إن شاء الله النهاردة معانا شرح جي سي نوتيفيكيشن. يعني إيه جي سي نوتيفيكيشن؟ هي الإشعارات أو الإشعارات اللي بتيجي من الجاربج كوليكتور بتاعتنا اللي في البرنامج بتاعنا في السي شارب. الجاربج كوليكتور ده لو أنت متعرفهاش، هي المسؤول عن تنظيف الرام، التعامل مع الرام بتاعتك، مثلا الأوبجكتات اللي هي مثلا أنت مش محتاجها بعد كده، هي بتمسحها لك، بتفضي لك مساحة الرام وبتاع. فاحنا من خلال النوتيفيكيشن ده، هي الجاربج كوليكتور ليها حالتين بتشتغل فيهم. حاله انت بتستدعيها يدوي، اللي هي بتقول اللي هي جي سي دوت كوليكت، وفي حاله ان انت ما بتستدعيهاش يدوي، السيستم هو اللي بيستدعيها. لامتى؟ لما بيلاقي ان في ضغط على الرام. انت مثلا عامل مثلا اعلان عن كيانات كتير قوي، فاهم؟ زي ما نشوف المثال بتاعنا ده. فالسيستم من قصدي السي ال ار اللي هي الران تايم بيستدعي الجاربج كوليكتور عشان ينظف شوية، عشان الرام ما يحصلش فيها ليك. فاحنا النوتيفيكيشن دي هنعرف امتى؟ هنعرف مثلا في نوعين من النوتيفيكيشن. في نوع اللي هو ان الجاربج كوليكتور في ضغط كبير على الرام بس، والجاربج كوليكتور قربت انها تشتغل. والنوع التاني ان هو الجاربج كوليكتور خلصت شغلها خلاص، يعني الجاربج كوليكتور اشتغلت وخلصت، وانا خلاص ممكن بقى تعمل انت احداث بقى على خلال الحالتين دول، ممكن تعمل انت قرارات على النوعين دول. هنشوف دلوقتي طبعا موجودة هنا على موقع مايكروسوفت، اللي هي الورقة العلمية دي اللي هي Garbage Collector Collection Notifications. تعالى كده نشرح. هو أنا واخده أصلا هو المثال المكتوب في مايكروسوفت، بس المثال اللي في مايكروسوفت راغي في حاجات كتيرة أوي، فأنا إيه حبيت يعني أضغط المثال كده، الحاجات اللي ملهاش لازمة شلتها. مش ملهاش لازمة، هي يعني إيه ليها لازمة طبعا في الكود، بس أنا إيه ملهاش لازمة في الفكرة نفسها، يعني فاهم؟ الفكره بتاعت المثال بتاعنا ده ايه؟ اللي هنتخيل مثلا ان احنا عندنا سيرفر بيعمل، عندنا مثلا داتابيز في السيرفر بتاعنا اللي اسمها اللود دي. السيرفر ده كل شويه عمال يعمل بايت اري، كل شويه بايت اري 1000 بايت جوه اري اهي. من خلال ده الترميم بتاعتنا بنقول له while true، طول ما البيئه اللوك دي بتساوي true، اعمل نيو بايت اري جديده جوه الداتا بتاعتك على اساس انها داتا بيز، يعني فاهم؟ فاحنا هنعمل هنا ايه عشان نشتغل بقى بالجاربج كوليكتور نوتيفيكيشن؟ هنعمل هنا جي سي دوت ريجستر فور فول جي سي نوتيفيكيشن. احنا بنقول له هنا احنا هنتركب نوتيفيكيشن جايه من الجاربج كوليكتور. احنا بنقول الجاربج كوليكتور ابعت لي نوتيفيكيشن لما مثلا في الحالتين اللي هو قربت وخلصت. وبنديها اتنين بارامتر. لو احنا جينا بصينا هنا على المثال في مايكروسوفت، على هو شرح البارامترين دول زي كده تحت دول. واحد، اول بارامتر اسمه ماكس جنريشن ثريشولد، ده بيقول لك a number between 1 and 99 that specify when the guard notification should be raised based on the objects prompted in generation 2. يعني ديسكريبشن بيشرح لك البارامترين دول. البارامترين دول يعني ايه وظيفتهم، او ايه هي اللي انت استخدمهم في ايه، بيستخدموا في ايه؟ البارامترين دول بيستخدموا او معناهم الفرق ما بين الجاربج كوليكتور اللي هيحصل وبين النوتيفيكيشن بتاعك. يعني مثلا يعني لو الجاربج كوليكتور مثلا في السي ال ار مثلا عامل لنفسه، مثلا لو انا لو البرنامج بتاعي مثلا عمل 1024 بايت اللوك، لازم الجاربج كوليكتور تشتغل. لو انا مثلا اللي هي مثلا مساحه محدده مثلا جيجا رام، فاهمني؟ لو انا عديت المساحه دي لازم الجاربج كوليكتور تشتغل، فاهمني؟ فالنوتيفيكيشن هنا الفرق ما بين اللي انت وصلت له دلوقتي والجاربج كوليكتور. فلو انا مثلا ايه وصلت 700 ميجا بايت مش جيجا، قصدي مثلا لو هي جيجا، مثلا لو هو ينفذ الجاربج كوليكتور في جيجا، انا مثلا 700 ميجا بايت دلوقتي، فهو هيبعت لي نوتيفيكيشن. او مثلا انت بتحدد له مثلا ايه، يعني مثلا الفرق بين منك وبين الجاربج كولكتور، فهمني؟ يعني مثلا 30 30 دي قيمه، كل ما انت بتقللها كل ما انت بتقول الفرق ما بين الجاربج كولكتور واللي انت واقف عليه دلوقتي، الفرق ما بينهم ايه. هنشوف دلوقتي كمثال، يعني فاهمني؟ هو بيقول لك هنا if you specify a value that is too high، هنا بيقول لك لو انت حطيت value هاي كبيره، فانت هتستنى، هيبقى فيه وقت كبير قوي لغايه ما الجاربج كوليكتور تشتغل، وممكن انت تكونش اصلا محتاج. يعني مثلا لو انا مثلا عملت 200 ميجا بايت،
لو انا اديت هنا المساحه او الفرق ما بين الجاربج كولكتور الفعلي والميجا بايتس اللي انا مثلا لو انا 200 فانا مش محتاج جاربج كولكتور اصلا، ما وصلتش لغايه، انا بعيد قوي عن الجيجا بايت. وفي نفس الوقت برضو بيقول لك لو انت حطيت فاليو قليله قوي ممكن اصلا الجاربج كولكتور تشتغل وانت لسه ما استقبلتش نوتيفيكيشن. لو انت حطيت مثلا ايه، انا جربتها وعملت كذا تجربه، حطيت مثلا لو انت مثلا حطيت من 1 ل 10 لا ممكن تحصل معاك مشاكل، يعني هو ممكن الجاربج كولكتور اصلا تشتغل، قصدي ممكن ال ايوه بيقول لك هنا الجاربج كولكتور ذا ران تايم كوز ذا كولكشن بيفور يو انت هاف اند، انك تستقبل اصلا نوتيفيكيشن ان الجاربج كولكتور دي اشتغلت، فاهمني؟ نزل تحت كده. احنا بنقول له هنا بيقى اللوك بتساوي ترو، بنقول للسيرفر بتاعنا اعمل اللوك لوكيت للبايتس اري. بعد كده بنقول له ثريد ستارت، بنعمل ثريد جديده اللي هي الداله اللي من خلالها هنشوف نستقبل اللي هي جي سي بقى اللي هي جي سي نوتيفيكيشن، طبعا تبقى بداله منفصله. بنقول هنا ايه وايل ترو جي سي نوتيفيكيشن اس بتساوي جي سي دوت ويت فور فور فول جي سي ابروتش. الداله دي بتقف لغايه ما بيجي ان جي سي بتبعت لي النوتيفيكيشن عن طريق الداله دي، بتبعت لي بتقول لي انا خلاص قربت ان انا اشتغل، الجاربج كولكتور قربت انها تشتغل. ففيها ليها حالتين، يا اما سكسيدد يا اما فعلا ده الداله دي طبعا مرجعه وظيفتها انها الجاربج كولكتور قربت، او انها بترجع لي نوت ابليكيبل. طب يعني ايه نوت ابليكيبل؟ تعالى كده نبص في الجي سي نوتيفيكيشن ستاتيوس، في 5 انواع من الجي سي نوتيفيكيشن ستاتيوس. في نوع اسمه كانسلد، لو انت عملت كنسل للريجستريشن يعني انت خلاص ان انت مش محتاجه وانت استتيت الداله دي، احنا بنستدعيها في الاخر خالص بقى، ولو خلاص احنا مش عايزين نترقب على النوتيفيكيشن بتاعت الجي سي، مش عايزين نستقبل نوتيفيكيشن يعني. في فيلد لو هو النوتيفيكيشن ما وصلتش فشلت لاي سبب. وفي النوت ابليكيبل دي يا اما انت اصلا ما حطيتش ريجستريشن، يعني انت حطيت الداله دي مثلا ونسيت تحط مثلا ايه اللي هي جي سي ريجستريشن فور فول جي سي نوتيفيكيشن. لو انت عملت مثلا، لو احنا عملنا كده هيرمي نوت ابليكيبل هنا كده، لو احنا حطيناها عليها هيرمي نوت ابليكيبل. او يا اما التايم اوت بتاع الداله دي خلص، يعني هنا ازاي؟ لو انا مثلا قلت له هنا ايه، انت لازم الاشعار ده يجي لك مثلا في خلال 5 ثواني، فانت هتحط له 5000 ثانيه هنا، 5000 قصدي ملي سكند، ده معناه خمس ثواني. لو الوقت ده خلص وما وصلش انذار بيقع، الداله دي بتخلص شغلها وبتبعت لي نوت ابليكيبل بيقول له ان هنا ايه ناين خلاص انا خلاص مفيش نوتيفيكيشن وصلت لي. وفي برضه حاجه اسمها تايم اوت، ان انت بتخرج من حكايه اللي هي النوت ابليكيبل. النوت ابليكيبل دي يا اما انت مش حاطط ريجستريشن، يا اما الكونكريت جاربج كولكتور اللي هي الجاربج كولكتور اللي هي المتزامنه دي انت مفعلها. طبعا الجاربج كولكتور المتزامنه ما ينفعش انت تعمل معاها نوتيفيكيشن تستقبل منها نوتيفيكيشن، او ان انت مش حاطط ريجستريشن اساسا، فانت بتطلع التايم اوت لوحدها من خلال القيمه دي. نقفل كده بس مش محتاجين دي. فاحنا بنقول اول ما الجي سي بتاعتك توصل لو هي سكسيدد هنقول جي سي از كامينج، بعد كده بنقول له البيئه اللوكيت بتساوي فولس، احنا بنقول للفاريبل اللي هو بيئه اللوكيت ده بيساوي فولس يعني اقفل طبعا بيسمع في داله المين هنا بيوقف عمل ما بيعملش اللوكيت لاي حاجه تاني. وبنقول له هنا لود دوت كلير، لود ده اللي هو الداتا بيس بتاعت اللي هي البايتس اري، بننضفها بنفقد كل الكلير دي، بتقطع كل الريفرنس على البايتس اري بحيث ان الجاربج كولكتور انها تقدر انها تمسحها. بعد كده نقول له ايه جي سي دوت كولكت، خلاص بقى امسح نضف بقى الرامه بتاعتك. لو لا قدر الله يعني ما حصل اي ثلاث اسباب من اللي انا قلتهم لك من شويه دول، فاحنا بنقول له جي سي نوتيفيكيشن فيل ان هو فشل، ان هو طبعا انت ممكن تحدد ده من خلال تايم اوت او كنسلت ستاتيوس ثانيه يعني، وبتعمل بريك طبعا عشان نخرج بقى من الحلقه التكراريه، ان هو اساسا ملهاش لازمه، ان هو انت هتقعد تكرر بقى ملهاش لازمه. بعد كده بننزل تحت هنا بنقول هنا ايه نستنى لغايه ما الجي سي تخلص شغلها، لان هو في نوعين من الجي سي عندك، في ساعات الجي سي بتشتغل يعني مش ساعات، هي اصلا بتشتغل كجزء كاسينكرونس وجزء كاسينكرونس طبعا على حسب نوع الجي سي اللي عندك.
في نوع مثلا اللي هو من الجي سي ان هو بيشتغل كسينكرونس في الجينيريشن 0 و1، واسينكرونس في الجينيريشن 2. فهو احنا ايه ساعات بيتاخر شويه الجي سي، كل في الجي سي اللي هو الاسينكرونس فبيتاخر شويه، فاحنا بنستناه لغايه ما يخلص، وبعد ما بيخلص بيبعت لي اشعار بيقول لي انا خلصت خلاص. بعد كده بنقول له ايه اف ستاتوس بتساوي سكسيدد، فعلا خلاص الداله دي بعتت لي انها الداله دي فعلا ما فيهاش اي مشاكل. بيقول له بنقول له هنا بي الوكيت، بنشغل الالوكيت تاني، بعد كده خلاص بيخرج بره الداله دي. بنحط هنا ثريد دوت سليب 500، ان احنا يعني عشان ما نعملش ضغط على البرنامج بتاعنا، فاحنا بنحط ثريد دوت سليب، نطلع كده فوق. بس خلي بالك الاثنين دول بيبقوا شغالين جنب بعض، يعني احنا من هنا بنقول ايه ثريد تي ويت فور جي سي، نقول نيو ثريد، نيو ثريد ستارت ويت فور فولت جي سي بروسيس. يبقى انا بقول له تي ويت فور فول جي سي دوت ستارت. نحط هنا تراي وكاتش عشان لو حصل اوت اوف ميموري اكسبشن. طبعا الاوت اوف ميموري اكسبشن دي ساعات بتحصل امتى؟ لما انت بتكون حاطط فوق في الريجستريشن دي قيمه صغيره، قيمتين هنا صغيرين، مثلا حطيت مثلا 9 و9، فانت بتقول له الفرق ما بين الجاربج كولكتور مثلا زي ما انا قلت لك المثال بتاعنا اللي هو الجيجا مثلا، لو انا وصلت مثلا ايه لو انت لو هو بيقول لك لو انت حطيت رقم قليل قوي، فانت احتمال الجاربج كولكتور تشتغل اساسا قبل ما انت تستقبل نوتيفيكيشن، فانت الجاربج كولكتور هتشتغل وعقبال ما تشتغل وتقوم ولسه هتمسح، لا هتفضل دي كده شغاله في حاله تكراريه، وهيرمي لي اوت اوف ميموري اكسبشن، هيقول لي الميموري بتاعتك مالت خلاص قبل اصلا الجي سي ما تشتغل. فاحنا بنحط هنا قيمه يعني متوسطه من 30 ل 50، او ما نزودش يعني ما تقلش عن 30، او مثلا ما تزيدش عن 50 عشان بس ما يحصلش الموضوع بتاع ان الفرق ما بين الميموري من الجاربج كولكتور اللي هتشتغل واللي انت فيه دلوقتي ما يكونش كبير قوي ولا يكون صغير قوي، بحيث ان هو ايه صغير قوي ما انها تحصل اساسا من قبل ما انت تستقبل نوتيفيكيشن. معلش انا برغي عليك انا اسف. فبس بتاع كده ايه نعمل ران نشوف البرنامج بتاعنا. هتلاقي الكود ده تحت في الديسكريبشن. بص يا جماعه، بص ناحيه الميموري، طبعا هنا ايه الميموري ضعيفه قوي، بص الكمبيوتر بطيء قوي لان البرنامجين شغالين مع بعض. لو انت ملاحظ هنا في البروسيس ميموري فوق هنا ايه، بص عمال يطلع يطلع يطلع، خلي بالك هو بيطلع لان هنا بيبقى اللوك ميموري بتطلع بتطلع وبتنزل تاني، لو تطلع تطلع تنزل تاني، تطلع تطلع بتنزل تاني. لما انا بقول له هنا ايه جي سي از كامينج، لما بستدعي الجي سي دوت كولكت اهي بيطلع عمال بيطلع، هو بيعمل الالوكيت للميموري، هو عمال يطلع فوق ويطلع ويوصل لغايه حته معينه اللي احنا بنقول له، هو بيقول لي بعت لي بقى الجي سي بتاعتي، بتبعت لي نوتيفيكيشن اون خلاص قربت انها تشتغل. فهي ايه بعمل انا جي سي دوت كولكت، فبتنزل تاني المنحنى ده بينزل تاني، وبعد كده بيبدا بقى ان هو ايه يمسح، بعد كده يرجع تاني الالوكيت بتاعه، عمليه لا نهائيه يعني. نقف كده خلاص مش عايزين نقفل. فبس هو ده كان درس النهارده يا جماعه، واركو ان يكون الدرس نال اعجابكم، لو عجبه فيديو دوس لايك، لو ما عجبكش حط لايك، كلنا ما عجبكش ليه. نركوكم في درس اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.